يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول كيف الجمع بين قول الله سبحانه في الحديث القدسي كلكم ضال إلا من هديته، وقوله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة؟ ليس هناك مش إشكال بين قوله صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة، وبين قول الله جل وعلا في الحديث القدسي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، لأن حديث كل مولود يولد على الفطرة أنه مهيأ لقبول الحق، مهيأ لقبول الحق، والفطرة ما تكفي، لا بد من الاستضاء بالكتاب والسنة بعد ما يبلغ الإنسان ويعقل، ما تكفي الفطرة، ولذلك أرسل الله الرسل، ولو كانت الفطرة كافية لما أرسل الله الكتب أنزل الله الكتب وأرسل الرسل، ما تكفي الفطرة. فمع الفطرة إذا الإنسان بلغ الحلم فإما أن يسلك طريق الخير وإما أن يسلك طريق الشر، فالإنسان عرضة للضلال إلا إذا هداه الله لطريق الخير. نعم.